يا طير سلم لي عسوريا. سوريا من لما كنت صغير وأنا بعشق هذا البلد وبتمنى أزوره. في هذا الفلوق بسافر إلى دمشق الصغرى وبقابل السوريين هناك وبسمع قصصهم. بس قبل ما أروح فكرت نبحث عن سوريا في جوجل ونشوف إيش اللي بيطلع لي. للأسف مثل ما بتشوفون كل اللي بيطلع صور الدمار والحرب وما في صورة واحدة للحياة حتى وسائل الإعلام. سوريا. ما بتنقل لنا عن سوريا غير المآسي واللجوء والهجرة والحرب. من هنا الرحلة بدأت وقبل ما ننطلق فيها لا تنسوا تعملوا اشتراك في القناة ولايك على الفلوق. مشترك جديد في قناتي نورتي القناة. الله يخليك. السوريين الشعب المكافح لقيتهم. السوريين بيشتغلوا في محلات العطور. في محلات المكسرات. في محلات الحلاقة. في محلات الخيار. السوريين بيشتغلوا في المطاعم وبيعملوا ألذ الأطباق. علشان كده مش غريب إن نشوف الزحمة هذه عند المحل. شفتوا كيف السوريين بيشتغلوا بكل جدية؟ هذا شعب مكافح بيشتغل علشان لقمة العيش. المهم قبل ما نكمل الفلوق خلونا نشوف رسائل الدعم والتعليقات الحلوة اللي وصلتنا منكم. ويلا الحين نكمل الفلوق وبقولكم بالضبط فين أنا روحت. أنا في دمشق الصغرى لكن مش في سوريا. أنا على الأراضي المصرية وفي مكان مليان بالسوريين علشان كده بيقولون له دمشق الصغرى. تحتضن مصر أكثر من نصف مليون لاجئ سوري يلقون نفس المعاملة اللي بيحصل عليها المصريين وبيعيشون داخل المجتمع المصري مثلهم مثل أي مواطن بدون الحاجة إلى مخيمات. أغلب السوريين اللي إجوا على مصر صار له 10 سنين 9 سنين ما في واحد فكر ولا 1% إنه نقعد 10 سنين. قال شهر وشهرين تزبط الأمور وراجع. حتى في ناس كتير لبسه ما جابتها يعني طلعت من سوريا قالت لحالها شهر شهرين صار له 10 سنين. السوريين بيعشقوا مصر بشكل جنوني. طب بتفضلي إنك تعودي إلى سوريا ولا تبقى في مصر؟ لا بقوم مو قلة أصل بس سوريا ما بقاش نعيش فيها خلاص. كيف بتلاحظي تقدير ومحبة المصريين له؟ يعني تشرحي لي بشكل والله لا تقدر بسمها بصراحة. يعني إن إخواتنا ونحن بنحبهم وهم بيحبونا ونحن لولاهم ولا شيء. أنا الحين في الحصري، هذه المنطقة موجودة في مدينة 6 أكتوبر في مصر. وعندنا هنا 2 مولات موجودة في الحصري كلها مليانة بمحلات سوريين. أنا محمد السوري من دمشق، صار لي هنا 10 سنين وصار لي بالمهنة 15 سنة. سوريا مشهورة باللب السوري، نحن هنا جايين علشان نتعرف عن أسرار اللب السوري. تفضل احكي لنا عنه. عندك اللب السوري أول شيء شهر بزراعته بسوريا، يعني احنا زرعناه أول شيء الأصل تاريخيا زرع بسوريا. إقبال الناس هنا على اللب السوري كيف بتلاحظ؟ صراحة اللب السوري يعني أكثر شيء مشهور عندنا بالمحمصة، يعني بتجي الناس تاخذ لب سوري. في عندك برضه كمان السوبر اللي هو مشهور باللب المصري، بس اللب السوري أكثر شيء بينشهر لأكثر من سبب. أول شيء إنه طعمه حلو، ثاني شيء سعره رخيص. أكثر شيء أثر فينا هي لما عرفت حال السوريين اللي تربوا وعاشوا سنوات طويلة بعيدة عن بلدهم. فادي لو رجعتي لسوريا بتتخيل حالك هناك ممكن تعيش تتأقلم بسهولة ولا بصعوبة؟ ليش؟ ما أنا صغير ما كنت واعي. بتحس وكأن مصر هي البلد؟ أنا فادي من سوريا، عشت 3 سنين في سوريا وجيت على مصر، صار لي مقيم هون 10 سنوات. أنا بحب مصر لأني تأقلمت هون وما وعيت بسوريا. أنا بحس حالي هون بمصر بين أهلي وتعودت على هذا المكان، وكل رفقاتي هون سوريين، بلعب مع سوريين وبدرس مع سوريين، مدرستي كمان خاصة. أنا بشكل عام أنا من حي شعبي من حي العاصمة اللي هو الهلوات،
قنوات الشعبية في دمشق. بدمشق ايه. بس بشكل عام لا في شيء اسمه السوء الاقتصادي. لا بشكل عام الاسعار غليت صار في العالم يعني بشكل عام. الرواتب متدنيه جدا في سوريا. يعني الواحد راتبه ما عم يكفيه ليعيش شهر. الأشخاص اللي دائماً يحاولون إسعاد الناس غالباً بتلاقيهم محتاجين أحد يسمع لهم. حاول إنك تقترب منهم وتطمن على حالهم. إذا عجبك كلامي شارك هذا الفلوق لأصحابك. لما بنتكلم عن الأكل السوري لازم نحكي عن الشاورما ونعرف أسرار مذاقها. هي الشاورما في كرم الشام يعني بدون شاورما علم كرم الشام كأنك عم تأكل شاورما من سوريا. نحن بنعملها بطريقة فريدة، طريقة متنوعة، بنجرب عدة مراحل. هذا الشيء اللي أدى لضغط كبير على مطاعم كرم الشام والمأكولات السورية. فتقريبا الحمد لله نحن بلشنا من الصفر. حاليا فيك تقول بتبتدي بالسياق 500 كيلو 600 كيلو وما فوق إن شاء الله. بغض النظر إنه هلا نحن عندنا الفرع 11 الفرع لكرم الشام والمأكولات السورية. ما يصير نحكي عن سوريا بدون ما نذوق أكلهم اللذيذ. علشان كده رحت إلى مطعم رستو. ارتبطت ذكرياتي في مصر بمطعم رستو. مطعم رستو هو أحد المطاعم السورية الشهيرة في مصر. كنت عام 2019 في آخر زيارة لي لمصر يومياً باجي هنا بتغدى في هذا المطعم. اليوم وقت عشاء فأخذت وجبة شاورما. الشاورما عندهم جدا لذيذة. شوفوا حجمها وتقطيعها بالطريقة هذه، طريقة رهيبة جدا. الشاورما عندهم عبارة عن ثومية مع الدجاج ومع المخلل بيطرحوه ضمن الشاورما، فرهيب جدا. وهنا من ضمن المقبلات اللي بيقدموها مع طبق الشاورما المحمرة، هذه بيقولوا لها المحمرة. المحمرة عبارة عن ثومية مع سبايسي وطلع طعم رهيب جدا وذوقها مرة غير عادي. مع الشبس طبعا بيقدم مع المخلل السوري رهيب ومع الثومية. هذه أبرز الأطباق اللي بيقدمها مطعم رستو واللي تعتبر من أشهر الأطباق السورية اللي ممكن تتناولوها في هذا المطعم. شاورما رهيبة، شاورما تفوز، ذوق غير عالي. السوريين دخلوا في البيزنس بكل قوة ويملكون ماركات عالمية. أنا في واحد من أشهر ماركات العطور المعروفة في الأسواق العربية، ماء الذهب، له فروع في أكثر من دولة ومالكه سوري. فشوفوا السوريين فين وصلوا بنجاحاتهم. لا والله الحمد لله احسن من شركة ماء الذهب. إلنا 140 فرع مصر وإلنا 5 فروع حول العالم. عندنا التركية، عندنا بالمغرب، وعندنا بالأردن، السودان، وكل سوريا. أنا بشكر مصر إنه هي قدمتنا تساؤلات. يعني إحنا كنا عايشين بمصر، يعني هقلك مش ما عايشين سوريا، هقلك أكتر من كنا عايشين سوريا. يعني كتر خيرهم قدمونا تساؤلات يعني كتير 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 منيحة. زي إيش ممكن تحكي؟ كل شيء، مجال الشغل، مجال المعامل، مجال المصانع، مجال المحلات. غير مكان انت بتروح ما فيك انت تساوي، بدك تلف لفه طويله هون تشتغل. يعني مفتوحه، كتر خيرهم. هي دين برقبتنا ما بننساها، وقفتهم معنا. نحن عشنا ايام ما بيعلم فيها خير الله. بيقولوا لك السوريين ساوت البلد، لا مو السوريين ساوت البلد، بس نحن نجاح السوريين اللي صار بهالبلد نجاحهم، لانه نحن عايشين كنا يعني نحن عايشين اجينا على بيوت ايجار. مو بكيفك، انت عندك اجار بدك تشتغل، بدك تدفع الاجار. فهمت علي شلون؟ ما اجينا نحن معنا فلوس لهون. اغلب الناس اجت قوطه يومي، يعني بيشتغل بياكل، ثاني يوم ما بيشتغل ما بياكل. مشان هيك نحن نجحنا. ونحن شعب بنحب الشغل اساسا، ببلدنا بنحب الشغل. في ختام هذا الفلوق بحب أشكر أهل الشام على إهدائنا هذه الوجبة اللذيذة بيقولوا لها سنفورة. ويا ليت تعملوا اشتراك في القناة ولايك على الفيديو وتشجعوا السوريين بكومنتات حلوة لأنهم فعلا يستحقون التشجيع. وأشوفكم في فلوق جاي.